خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونشوف ايه الموضوع. الو الو ايوه الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا استاذ اسامه، احنا عندنا مشكله كده. احنا كنا مقدمين في جامعه، هي الجامعه دي لسه فاتحه السنه دي في المنيا. احنا كنا مستنيينها اصلا من اول السنه، من شهر 9 اللي فات، على امل انها تاخد من 80% زي جامعه سينا وجامعه النهضه. لانها جامعه اقليميه خارج نطاق القاهره. بس دي جامعه خاصه مش كده؟ ايوه جامعه خاصه. رحنا قدمنا ودفعنا فلوس الابلكيشن وامتحنا وجا. دفعتي كام حضرتك فلوس الابلكيشن؟ 500 جنيه. 500 جنيه فلوس الابلكيشن بس؟ أيوة. عشان تقدمي في الجامعه؟ ايوه، ده كل جامعه خاصه فلوس الابلكيشن 500 جنيه. ده مبدئيا. ده صباح الخير يعني. وبعدين وبعدين امتحنا وعملنا كشف طبي وكل الحوارات بتاعت الجامعات الخاصه ديت. وبعدين كان فيها كليه علاج طبيعي وكليه صيدله. بعد ما قدمنا في الكليتين طلع قرار من الوزير ان هو يلغي كليه علاج طبيعي، انها تتفتح السنه دي ويفتحها السنه الجايه. السنه الجديده. وكليه صيدله تاخد من 85%. رغم ان في نفس السنه ان كليه في جامعه النهضه كليه صيدله واخده من 80% وفي جامعه سينا واخده من 80%. وفي منهم داخلين بوسايط. بس احنا طول عمرنا بنعرف مثلا ان كليه صيدله جامعه القاهره بتاخد اكتر من صيدله جامعه اسيوط وبتاخد، لانهم دول جامعات خاصه بياخدوا مجموع اقل. يعني لا، يعني التنسيق زمان ان الجامعات عفوا القاهره وعين شمس دايما مجموعهم عالي، فاللي ما بيجيبش بيخش مثلا طب صيدله اسكندريه. ايوه دول جامعات حكومه. الجامعات الخاصه اللي هو السنه دي الحد الادنى 85% دي الجامعات اللي هي في القاهره. انما الجامعات الاقليميه حد ادنى 80%. طيب وبعدين حصل ايه؟ بعد قرار سياده الوزير طلع اللي هو 85%. رغم في نفس السنه جامعه سينا واخده من 80% من اقل من 85%، وجامعه النهضه واخدين من اقل من 85%. وناس كتيره مقبولين اصلا في جامعات في القاهره، كليه صيدله وكليه علاج طبيعي، مجموعهم اقل من 85% بالوسايط. وعملنا محاولات كتيره مع الوزير وفي الاخر رفض ان هو ياخد حد ادنى 80%. احنا السنه ضاعت علينا، احنا ما دخلناش جامعات حكومه. احنا مستنيين الجامعه دي من شهر 9 اللي فات على اساس انها جامعه هتفتح في الترم التاني. قالوا لنا في الاول هتفتح في شهر 11. طب انت ما فكرتوش ان انتوا مثلا تتلموا مجموعه من الناس كده وترفعوا قضيه اسوه بالتعامل مع جامعه سينا وجامعه النهضه ونفس المجاميع اللي خدوها، يبقى احنا كمان من حقنا ان احنا نتعامل بنفس الطريقه؟ احنا فعلا هنرفع قضيه، بس اللي هيرفع قضيه دلوقتي 10 20 طالب، لان الباقي هيسافروا اوكرانيا بره وهيدرسوا بره. واللي ما عندوش فلوس يسافر اوكرانيا معاه ربنا. انا معايا حضرتك اسماء طلبه مقبولين في جامعه سينا وجامعه النهضه مجموعهم اقل من 85%، واحنا عشان ما مناش وسايط. لا بصي، اصل لو مقبولين في جامعه سينا مثلا وجامعه النهضه باقل من 85%، وده مقبولين السنه دي. ايوه، وده الطبيعي بتاع الجامعتين دول. ما نقدرش نلومهم. لا بس في ناس مقبولين بوسايط، يعني في جامعه النهضه انا حضرتك مقدمه في جامعه النهضه، انا مجموعي 84.2 مقدمه في جامعه النهضه، في ناس مجموعهم 83.5 مقبولين. يعني ابن عميد كليه صيدله في جامعه النهضه مقبول ومجموعه اقل من 84. طب نقولها تاني، ابن عميد كليه الصيدله يعني في جامعه النهضه. بس ده ابن العميد بقى، ما احنا قلنا لسه بنقول ابن العمده وابن الدكتور. أيوه. الدكاتره. طيب الجامعه اللي فتحت عندكم دي اسمها جامعه ايه؟ جامعه درايه درايه في المنيا، جامعه خاصه. طيب. لسه فاتحه السنه دي. طيب السيد وزير التعليم العالي، انا بناشد حضرتك باسم طلبه، 7 من 10% ممكن يغير حلمهم ومستقبلهم. 7 من 10% من درجاتها ممكن البنت كان نفسها حلمها تبقى اخصائيه علاج طبيعي او صيدلانيه ومش قادره تخش علشان 7 من 10%، وهذه ليست جامعه حكومه. هتقول لي النظام نظام، انا معاك ان النظام نظام، دي مش جامعه حكوميه، دي جامعه خاصه، جامعه درايه في المنيا. النظام نظام، النظام نظام يا ست الوزير، ولكن النظام يطبق على الكل. ارجو التحقيق في هذا، يعني النهارده لو الجامعه دي مش قابله اقل من 85 واسوه بهذه الجامعه جامعات اخرى قابله اقل من 85، يبقى يتساووا او ما يتساووش بقى، كلهم ما يخشوش. يعني المساواه في الظلم عدل، انما حد خيار والتاني فقوس
يا سيادة الوزير تبقى كده فقست مننا الموضوع خالص. أنا بقولها لك منتهى الأمانة يعني. نداء إلى السيد وزير التعليم العالي، المصايب عمالة تهل عليا بسبب جامعات ومشاكل الجامعات. نداء إلى السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الرجل المحترم اللي أنا بحترمه جدا وأجله جدا وعارف قد إيه الراجل ده عايز البلد تنهض. مش هنقول نداء إلى السيد رئيس الجمهورية، إنما السيد رئيس الوزراء، السيد وزير التعليم العالي، أرجوكوا ده مستقبل ولادنا. حرام، ده العيال بره بتخترع وبتنتج وبتعمل حاجات غريبة جدا وأهليها يعني بيبقوا مبسوطين بيها، احنا هنا في ايدينا بس نساعدهم، احنا بنقول بلدنا عايزينها تنهض. انا اتكلمت في محاضرة والدكتور خد مني بطاقتي ودوخني عليها وخدتها بعد سنتين، وبعد الثورة اكتشفت انه اخوان وبيحرض الطلبة لحد ما توقف عن التدريس. المسج دي جايالي مكتوبة في ورقة من مخرج البرنامج هيثم، هو اللي حصل له كده. انت كنت في كلية هيثم؟ ايه؟ تجارة ايه؟ القاهرة؟ الحمد لله قبل الثورة وهو اتحر مش ايه طيب. ايه مشكلة الجامعات بسيطة، اخطفوا او حتى ابنه، مش فاهم المسج. اسم اس بتقول انا بحب واحدة فقيرة جدا واحنا الناس مبسوطة جدا واهلي مش موافقين علشان فقيرة. يا سيدي الفاضل، أزمة مصر كلها حاجة اسمها الوجاهة، وطيمة زيك شوية يا سمو نبيل خليك، الوجاهة الاجتماعية. أنا ابني صارف عليه قد كده في مدارس الانترناشنال ودخلته جامعة خاصة وصارف عليه قد كده، الولد ومركبه عربية بي ام دبليو وشقته في الحتة الفلانية واخد له فيلا في التجمع ومش عارف ايه، ازاي أنا آسف فلان الفلاني؟ الوجاهة الاجتماعية. البت بقى أصلها طيب وأبوها وأمها ناس طيبين ومحترمين وشقيوا عليها وعلموها وكبروها وبتاع، لا، الوجاهة الاجتماعية. بنت الغني لازم تاخد الأغنى، أو تاخد عيل طربوش باباها يعرف يتحكم فيه، إنما تاخد واحد متوسط الحال لا ما ياكلش. ابن الغني لازم ياخد واحدة من نفس المستوى. تعال نقول إن إحنا مع الأسف مجتمعنا السيء فيه ده، فرق المستوى الاجتماعي، فرق المستوى الثقافي، فرق يعني ممكن يكون اساسا راجل متكحرت طلعنا عينه ولكن معاه دكتوراه، والتاني راجل مقاول قد الدنيا وعنده عمارات وعنده استثمارات قيمتها 40 50 مليون جنيه ولكن ما رضاش يجوز بنته لابن المقاول، يقول لك لا 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 لازم ياخد، وفجاه يتحول الى يوسف وهبي وهو بيتكلم. حاجه عجيبه جدا. اسماس بتقول أسامة أنا عمر ما حد أعجب بيا في حياتي ولا أعجبت بحد بالرغم من أن أصحابي كلهم حبوا وتحبوا، وهو ده عادي ولا إيه؟ لحسن أنا عندي فراغ كبير قوي. جوجو، بص يا جوجو، اللي هيعجب بيك عشان شخصيتك ده الإنسان اللي هيستمر معاك. أنت عايز تعيش وتروش يا جوجو، استقرب جيم يا معلم، بس اوعى تاخد حقن أنابوليك ولا تضرب مكملات غذائية ولا يقول لك خد ده مش عارف إيه وبتاع، استقرب لك جيم لطيف وانزل 3 أشهر يا معلم تقوم عامل فورمة الساحل، وراح عند حلاق روش ضارب لك حلقة في الشياكة، ضارب لك قميص تايت وبنطلون مسقط وبتاع، وامشي كول فاتح صدرك كده هتلاقي مليون بنت واو ده يجنن، التفاهة تظهر بقى، واخد بالك؟ انما خليك بعمقك كده، اللي يحبك يحبك علشان نفسك. أسامة أقول لنهى إن أيمن بيحبك قوي ومن غيرك بيموت. أسامة أستاني بتقول أنا عايزك تمثيلي على معهد حاسبات طنطا فرقة تالتة، أنت بتمثل على المعهد نفسه؟ وأحمد فوزي والخليفة وخطاب وروسيا وعبود ونصر والتونسي ومحمد الخلفي، تحياتي من مروان سالم، تحياتي يا مروان. أسامة بتقول قول لسارة إن أنا بحبها قوي، بمثلي على إسلام شهاب وبيبا وعبد القاضي. يا جماعة الموضوع قلب بإهداءات، والريان الفرعون وحسن فوكس، انا مش عايز ازعلكم والله، وماهر وعلي وحوش تربية الرياضية جامعة السادات، سادات فلا مكتوبة كده، مش هقول بقى تمثيلي تاني. انا عيد سائق تاكسي بحب بنت اسمها سهير وهي بتقول انها بتحبني وانا مش حاسس بحبها. كون انك تبقى سائق تاكسي ده ملوش علاقة، المهم تكونوا انتوا يعني قريبين من بعض، في يعني زي الفل يعني مع بعض. هي بتقول انها بتحبك
اتقل عليها بقى شويه يعيد وشوف رد فعلها يكون عامل ازاي، لان لما تتقل عليها هيبان اذا كانت بتحبك ولا لا. انا زوجة عمري 40 سنه وزوجي عمره 42 سنه، ولدي بنتين 13 و10 سنوات. زوجي يعمل بالسياحه، وانت عارف دلوقتي السياحه ازاي، جاله عقد عمل في احدى الدول العربيه لمده 4 سنوات، ينزل كل سنه شهرين، وانا محتار، عقلي موافق للظروف الماديه، قلبي لا. قول لي رايك. بص يا ست، كل انتوا لو بتحبوا بعض قوي قوي وشايفين الدنيا لطشت والراجل هيطلع يشتغل علشان بس سنتين ثلاثه يعدوا والامور تتظبط، ممكن الامور تتظبط، ممكن يشتغل سنه اتنين ثلاثه والبلد تتظبط ويرجع. لو الدنيا مزنقه معاكوا قوي وده باب الرزق اللي ربنا بعته، اعتمدي على الله. ولو انت واثقه في جوزك وهو واثق فيكي والحياه بينكوا كويسه، انا ضد السفر والغربه، ولكن ساعات ما بيبقاش قدامنا حل غير الحل ده. ممكن ربنا يكرمه ويبقى كويس جدا وفجاه يبعت لكم وتروحوا تعيشوا معاه هناك. ممكن يقدر ينزل لك في النص خطف كده يومين ثلاثه ويرجع يعني. انما لو يعني انت بتقولي كل سنه هينزل شهرين، ممكن يقسمهم الشهرين دول عشان ما تبقاش سنه على بعضها غربه. يعني ممكن ينزل لكم كل 3 اشهر 15 يوم. ممكن يعني يتصرف حاجات كتيره جدا. انا عارف هتبقى تكلفه تذاكر السفر كتير، ولكن برضو اضعف الايمان.